السلام عليكم البنات. اليوم غنجيبكم في واحد الزياره لولد عمه وبياك ماما. ولد العم الاب ديالي. هذه هي البلاد ديال الوالد ديالي، هذه هي القريه، وكاين مناظر وصور ديال القريه بمعنى الكلمه. انا غنحاول ندور لكم واحد ندير لكم واحد الصوره شامله. ها هي بنتي جيه كتجري، ها هو الاب ديالي كيطلق على الناس وخايف من الكلاب كيتسنى. عندو ماما الكلاب. هادو هنا ديور ماما، هنا ديال مالي ما ديور ولا بني قديم الله يرحم ماليهم. صراحة ما قدرناش ندخلو، بغينا شي سبقنا بابا باش يشوف. سمعوا سكتو سمعوا معايا، سمعوا ما كاينينش. لا لا احنا داخلين، الكلب تابعنا. لا لا سارة، لا عندك عايش ما جينينا. دق سوها. اوكي دق اوكي دق. لا لا سارة هذا وقع بغى يجي لينا. السلام عليكم البنات، اليوم غنجيبكم في واحد الزياره لولد عمه وبياك ماما. ولد العم الاب ديالي. هذه هي البلاد ديال الوالد ديالي، هذه هي القريه، وكاين مناظر وصور ديال القريه بمعنى الكلمه. انا غنحاول ندور لكم واحد ندير لكم واحد الصوره شامله. ها هي بنتي جيه كتجري، ها هو الاب ديالي كيطلق على الناس وخايف من الكلاب كيتسنى. عندو ماما الكلاب. هادو هنا ديور ماما، هنا ديال مالي ما ديور ولا بني قديم الله يرحم ماليهم. صراحة ما قدرناش ندخلو، بغينا شي سبقنا بابا باش يشوف. سمعوا سكتو سمعوا معايا، سمعوا ما كاينينش. لا لا احنا داخلين، الكلب تابعنا. لا لا سارة، لا عندك عايش ما جينينا. دق سوها. اوكي دق اوكي دق. لا لا سارة هذا وقع بغى يجي لينا. لا
كيف ما كتشوفوا معايا عند الناس جيت عندهم، شوفوا ديال الكوزينه اللي كانت بكري. شحال من عام؟ 100 عام تبارك الله. اللي 100 عام وكثر هاد الكوزينه. دوري وتشدي الشام. ندور من هنا. هو جاي. هانتي هو جاي. شوفي بقيت عيط عليك وصلنا. تعالي يا رمز. يوب يوب يوب. هيك ماذا شو هيك شو هذا رجليك ما بغي هذا الحمير مشات مو قهوة تصور لي مشات مو قهوة تصور وغياتي ديال بنت الحمير ديال بنت كاب علي عاد مكان ياك وخاص نجر خاص نجي عند عمي شي نهار نجربو ركب علي ايوا داك يتلاح عليا لويزا شوفي انا راه بنت عمها عندك تجي ليا شوفي انت قولي لك كتغوت علينا ودابا سقلات كلب ولا كلبه انا قلت لها راني بنت عمها عندك تمي جايه بصح بصراحة أجواء جميلة بزاف بزاف والناس العربية فرحوا بينا البساطة العيش بساطة العيش الحاجة اللي عجبتني بزاف في الدور تاع الوالد هي بساطة العيش ما نكذبش عليكم واحد 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 ترحيب واحد واحد تبارك الله ما شاء الله هانتوا شوفوا معايا شوفوا معايا ام عثمان زيد كتجمع البيض هادو هما الناس العربيه كتدخلي عندهم كتفرحي كيفرحوا داكشي اللي كدي ليهم ما كيسوى حتى شي حاجه كيفرحوا بزاف وباش كيردوا لك الجميل انك اعزك الزياره اللي كتزوريهم كيفرحوا بها وباش انهم كيكافوا كيعطوك داك البيض حنا ما جيناش على اساس البيض ولا لا غير الكرم ديالهم هو داك البيضات وداكشي اللي كتعطى كنتمنى من الله يدومها محبه ويدومها عشره ان شاء الله الرحمن الرحيم انا غنحاول نصور لكم الجامع ديال العروبيه يعني اجواء ديال العروبيه ديال بصح انا كنقول هذه هي العروبيه صراحه انا غاديه وكنصور اولا غاديه وكنفلوغي وكنحاول نخليكم هذه هي النطفيه وهذا هو هنا فين كيخبوا الناس القمح مش القمح التبن داكشي اللي كيحصدوه التبن كيحتاجوه بحال مثلا في القيت اللي ما كتكونش الشتا هذوك الهليل هي الحاجه والحاج حاولت تشوف المنظر ديال الطبيعه هذا هو الجامع ديال العروبيه كاين شويه الريح ملي داس كيلعبوا هدوء والسكينه هذه ياسمين بنتي وبنت عمي هذه ياسمين وهذه بنت عمي وهذه بنت اختي هذه هي الزاويه نعم حبيبتي ياسمين ياسمين بقاو هنا ولا نمشيو للعربيه ديالنا بقاو هنايا بقاو هنايا رجعوا عندهم ها
نبقاو هنايا ولا نمشيو؟ هذا هو الفلوق تاع اليوم. كنتمنى من الله هنا الاعجاب ديالكم ان شاء الله، وانتظروني في فلوقات جداد الى دس على واحد الجمعيه وواحد الجامع. غنصور لكم الجامع اللي تبنى جديد هنايا، ونصور لكم مدرسه والجمعيه ديال هاد الدوار. انا كنتظر التعليقات ديالكم وكنتظر لي جيم ديالكم، والى عجبكم بحال هاد الفيديوهات اعطوني الاوكي نبقى ننزلهم، وانا هنا في البلاد نبقى ننزل لكم هاد الفيديوهات ان شاء الله. ها هو الفروج اللي عطاو لي ياسمين، هو هذا. عطيه لبنتي فروجها. خذي ياسمين، برافو ياسمين، برافو بنتي، شدي مزيان شدي مزيان ياسمين. هذا هو الفروج اللي عطاو لي ياسمين، وهادو هما البيضات، البيض اللي شدينا. عطيها تشد فروجها. ياسمين كي جاك الفروج عجبك؟ يلا اجي ياسمين، يلا سير دخلي بيه. الله يخلف عليهم، والشكر جزيل الشكر ليهم. وهادو هما ناس العروبيه، كتمشي عندهم ضروري خاصهم يمدوا لك شي حاجه. ان شاء الله نصور لكم اجواء اخرى واشياء اخرى من الباديه.